يا عنابي يا سيد اللعب ننطر التاريخ بيدك تكتبه نفتخر باسمك يا أغلى منتخب الصعب تقدر بعزمك تغلبه يلا يا عنابي يا سيد اللعب ننطر التاريخ بيدك تكتبه نفتخر باسمك يا أغلى منتخب الصعب تقدر بعزمك تغلبه وطاير فوق يا العنابي فوق روح روح روح. وصلنا الملعب راح نقام في مباراة منتخبنا اليوم وراح نشوف التسهيلات المقدمة. طبعا هناك تسهيلات كثيرة ما شاء الله وبدأ الجمهور يترفدون فنتمنى إن شاء الله استاد نادي الكويت الرياض نتمنى طبعا لمنتخبنا الوطني التوفيق إن شاء الله اليوم وفضل الفوز دعواتكم يا هالقطر دعواتكم يا هالقطر كلكم لمنتخبنا. هذا منتخبنا الوطني مثل ما تشوفون وتسخين سريع قبل بداية المباراة هاي الكرة راح يلعبون فيها إن شاء الله الأخوان من فريق قناة الكاس والكل شغال ننتظر وهذا لاعبنا حسن هيدوس الأخ علي صلاة علي شلونك أبوي؟ تعويدة المنتخب بيكون غان وهذا البطل غان مفتاح إن شاء الله نفوز إن شاء الله صورة جزاكم الله خير يلا هني غانو معاهم غانو بس مالك جزاك الله حبيبي يا رب يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله يا رب يعطيكم العافية سلام جاهزين ربعنا منتخبنا ان شاء الله جاهز ان شاء الله روحهم شلون نفسيتهم عالي ودائما احنا ان شاء الله جاهزين لكل في اي مسابقه لازم يقومون بالمظهر طلب يعني ان يرفعون اسم بلدهم باذن الله ويقدمون كره طيبه ان شاء الله ان شاء الله والسعداء ايضا ان احنا في دوله في بلدنا الكويت والسعداء لعوده الكره الكويتيه الحمد لله يا رب. عاده يا كابتن اصعب مباراه ان شاء الله هم جاهزين البطوله ككل ولكن بشكل خاص للمباراه لان زي ما تفضلت كل بدايه تكون اصعب فالمباراه هذه اهميه بالنسبه لنا كبيره ان احنا ناخذ نقاطها عشان ان شاء الله باذن الله نتخطى المرحله الاولى موفقين يا
وهذا ايضا نقل مباشر عبر قناه الجزيره مباشر صح. كنا عند الصلاه ان شاء الله مدير اعلامي لمنتخبنا وكلمه حول مشاركه منتخب قطر في دوره كاس الخليج. الكويت في خليجي 23 سريعة. هذين نجوم المستقبل يبون يترون فقط المباراة. شو المباراة يبون يتابعونها شو شلون مستانسين يبون بس يشوفون يعرفون النتيجة صح؟ أهلا بكم في استاد نادي الكويت لنشاهد اليوم مباراة ما بين دولة قطر الشقيقة والجمهورية اليمنية. فيما يلي قائمكم بأسماء اللاعبين وأبدأ أولا بمنتخب دولة قطر اللاعب رقم واحد سعد عبد الله محمد إبراهيم الشيخ، اللاعب رقم 10 حسن خالد حسن الكدوس، اللاعب رقم 2 هشام هشام علي الراوي،
أما الآن مع النشيد الوطني للجمهورية اليمنية. الشوط الأول الآن بانطلاقة في الموعد المحدد. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. طوانب يلا قد إن شاء الله قد إن شاء الله إن شاء الله حبيبي. مدير ودبون ها؟ ايش قايل لك انا ابو سعود؟ جسمك يد ابو علي توقعاتك 5 الشوط الاول ان شاء الله 3 الشوط الثاني اللي كان باذن الله بس بعلمه بعد بعد علمه اي علمه السلام. هذا المشجعين طبعا من الكويت الحبيبة يزورون منتخبنا جزاهم الله خير على البادرة الطيبة. صغار وكبار عائلات الكل جاي يشجع منتخبنا. بيض الله وجهنا.
نتيجة الشوط الأول هي إطالة المنتخب دور قطر 3 أهداف الجمهورية اليمنية. نقوم انتخبنا للشوط الثاني من التفريق إن شاء الله ونكمل المسيرة الثالثة الخمسة. ألف ألف مبروك منتخبنا الوطني حقق طول النقاط. ألف مبروك يا شباب. ألف مبروك. أي ما شاء الله عليك. مبروكين يا شباب. ألف مبروك. مبروكين مبروكين. طلاقة قوية الحمد لله يا رب. المباريات الجاية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شو تقول يا راشد؟ إن شاء الله الكاس. يا رب إن شاء الله. باله. حبيبي إن شاء الله جاي مخلين الكاس. يا رب. حبة بس. يا رب. اليوم كان طلاقة قوية صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف حلو. مؤتمر صحفي خاص طبعا بعد فوز منتخبنا. فنحضر إن شاء الله تعرف من هذا المؤتمر الصحفي. ياسر بدر اللاعبين يعني اللي شاركوا اليوم إيش المدة اللي تدربوا فيها؟ هل المجهود اللي كان على المنتخب اثناء وصول الكويت هو سبب عدم ظهور هذا المنتخب؟ ايضا تصريح الكابتن لما قلت ان انا راح اعيد كتابه التاريخ، يعني خساره بالاربعه ما ادري ايش التاريخ اللي اعيد كتابته. شكرا لك. I told you only for less than 10 days, 10 days preparation, and before that, 1 month, all the players will stop. And as you know that, in Yemen there is no وصول مدرب المنتخب الأخ علي صلاح أيضا في الإعلامي لمنتخبنا.
المؤتمر الصحفي وراح نعرف التفاصيل ان شاء الله الحين مع بعض. Hello, good evening, everyone. I think the evaluation for the game is that we had a great start. The first 15 minutes, I think we scored the three goals and we dominate and create many chances. After that, of course, the other team was more pressurizing us, and it was more difficult. We create some chances, but we didn't dominate the game in the beginning. And the second half, I think they split the team. They left a lot of players in front, and it was a game with chances for us and some counterattacks for them. Finally, we scored the fourth goal, and I think it's a well-deserved result for us. هدفنا في البداية كان هو الفوز، كانت البداية جيدة. هدفنا من البداية بطولة الفوز، أول هذا كان واضح من أول 15 دقيقة بدأ فيها المنتخب القطري. المباريات القادمة ستكون أصعب، لكن أنا نأمل بالاستمرار بنفس الوتيرة. كيف عمل يعني توليفة ما بين اللاعبين، سواء لاعبين المنتخب الأول اللي كانوا موجودين أو اللاعبين اللي دربهم من كأس آسيا للشباب 2014؟ اليوم احنا شفنا تشكيلة مثالية، شفنا تناغم وتناسق ما بين اللاعبين. I think we are right here to play this tournament here with our target to be as much competitive as we can. And of course we have a mix of players that are currently also in the under 23 group, which I think is good for the team because it's a young team. They have still a long way to do and to improve and to have more experience. And I think that the key is that all of them, they are working for the same target, to play for the country, to do well, to represent Qatar in the right way. And today we get our target, and hopefully we're gonna do also in the same way in the next game and the following ones. And once we finish, we'll continue with the Asian Cup, with the players involved. So it's a good time for them because they're going to play a lot of good games for their development.